وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم